السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين الشرقية للمواشي على اليوتيوب حياكم الله جميعا اخواني. اليوم 6 آذار 2024 احنا متواجدين في سوريا الحسكة سوق مشيرفة في الريف الشمالي للمحافظة. حياكم الله جميعا اخواني. نشوف الحركة بشكل عام وتفصيل ان شاء الله. الحركة بها ضعف والسوم الخروف الوردي ولكن اسعاره جديدة، يعني اسعار منخفضة عن السابق. نبلش يا شباب وخليكم معنا. طبعا يا شباب قبل ما نبلش نسوي اعلان، اللي عنده ماكينة حلاقة للاغنام يا شباب، ماكينة حلاقة يحكي معنا رقمي 0927419318 يحاكينا. اللي عنده ماكينة حلاقة احد المتابعين طلب منا ماكينة حلاقة مشان الاغنام. اللي عنده للاجار، اللي عنده للبيع، اللي عنده للشغل تماما يحاكينا. نبلش مع ابو احمد. عمي محسن شلونك؟ عمي محسن هلا بيك، اخبارك؟ الله يسلمك. شلون السوق؟ الله يكرمك. والله حركه ضعيفه ولا الغلاء هي الغلاء. حركه ضعيفه. لكن الخروف الوردي والله ما شعله، بس اسعاره جديده. اسعار مو مثل اولي، كل اسعار مو مثل اولي. اي نعم، كلها تغير. تحياتي ابو خالد. سبعه ابو خالد قال ابو احمد حكي، قال حاطين سيارتك ب 5500. اعطينا الفستيك بسيارتك عبد. ايوه ها سيارتك. اي نعم ابو احمد الغالي. شنو الغنم وضعها؟ الغنم هاي صارت 5.5، 7 خرفان و7 فطايف. 7 خرفان و7 فطايف. 14 راس. صارت 5500. نعم. من السهران. سيارتك ايه؟ هاي الغنم يا شباب، وهاي الاسعار الجديده بالنسبه للرغوث، بالنسبه للخروف الوردي، بالنسبه لكامل اسعار المواشي. 5,500,000 غنم طيبه زينه. ما شاء الله تبارك الله. زين سعره يا ابو احمد، زين. والله هلا بدا التعود، وبدا العالم بدا التعود على الاسعار. بدا همزه. يا سيدي الله يرزق. طيب. هاي صار 26 عذافه واحد. ايش قد هاي؟ 26 عذافه واحد. 2,600,000 وعذافه خروف واحد. اي نعم صغير اكيد. 2,600,000 ما شاء الله تبارك الله. السوم عليها 2,600,000. 400 صارت. هذا لنا 2,600,000. نعم. الدفع 13 خروف. ها؟ 13؟ 13 خروف. ايه 2,600,000 ما شاء الله تبارك الله. ايش طالبين عليها ابو احمد؟ والله سبعة طالبين. طالبين عليها 2,700,000. 700 نعم. ما شاء الله تبارك الله. طيب هالرقة هاي مثل هالرقة هاي؟ الرقة هاي طلبنا عليها 4. 4 ملايين. ما صارت ولا بليرة سوري. بيها كبر مو؟ قلم كله باثنين عور وشكل. غنم كبار وتعبانه وراها فطايم. مو كلها فطايم؟ كلها فطايم. فيها خروفين والباقي فطايم. 4 ملايين وما صارت شيء. طيب الرقايف الحلوات الطيبات هاي صارت 49 لحاله وراها خروف. هاي وراها خروف. نعم. 4,900,000. 900 ما شاء الله تبارك. نعم. الله. اي نعم. هذا ان المعزه ما صار مكش. المعزه ما صار نمشي. نعم تماما. هاي لحم ما صارت شيء. ايش تطلب عليها هاي اللحم هاي؟ والله هاي طلبت عليها 27. 2,700,000 لحم جدعه. نعم. الدغالي هذا صار 400. 400 دغالي. نعم ما شاء الله. الفطيمه صارت 25. ما شاء الله. وريده 3 فصل 3 فصل 3 فصل 3 ملايين. هاي حرشيه. هاي فطيمه لحم. فطيمه حرشيه هاي. نعم فطيمه لحم طيبه. نعم الطلب عليها صار 25 والطلب عليها 3 ملايين. نعم ليش عليك صارت 2,500,000 والطلب 3 ملايين. تمام. تحياتي لك ابو احمد على راسي. من هو يا ابو عيسى؟ يا من تعرف كورن هذا الراتب مصورين ما اريد تصور يا اخي. هذا السيمنت. ونعم السيمنت والله اكبر ربيط عندنا بالسوق. ونعم والله. شوك على شنباتك؟ خلص. ابو محمد شلونك ابو محمد؟ اياك انا ابو غزاله. شلون السوق ابو محمد؟ والله همها ماشي يعني بينقر بينقر بينقر. ايه بينقر. اسعار معي انباعت ب 4.3. ابو محمد هاي جاي صوري. والله عزلتها من حلال ابيعها جنس هاي. شنو؟ 5 ملايين. 5 ملايين. 5 الطلب. ما صرنا بشيء. ما صرنا بشيء. لا هاي ب 34؟ بعد المضيم بعد ب 34 والبعد بعد 35. نعم هاي 3,400,000 تم بيع. 3,400,000 تماما ما شاء الله. وهاي 35. هذه هاي ترباية سيمنت. هاي الحلال هذا رباه سيمنت. ايه قوم تنشبك سيمنت. هاي نعم. ترباية سيمنت هاي. هاي 35 تم بيعها. ايوه ما شاء الله. هالشيلة هاي هاي بعد وهاي 30 تجيبها. هاي صارت ولا انباعت هاي ب 34؟ هاي انباعت ب 34. نعم هذا هاي ما هاي عنز وراها توم جديين وراها 2 جداية. الطلب عليها 7 ملايين سوري. اما لسه ما صارت شيء.
هاي 29.5 مليونين و950 وصاحبه يريدهم ثلاثة. الله عليه سوم يعني 29.950 فكر على فكر على الدحك الخارو الدحك الخارو بس بصراحة اللهم صل على محمد. مليونين وتسعمية وخمسين والشربان ماي حلو كركب شار اي والله دق 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 رجع العالم خيره يقول 29 اي والله اذا مو دق دق بالنظر ما اعطي الا تسكرها بس خي ابو عيسى ابو يونس قالوا قالوا تنبه نريدها نقديه وطبعا هي دفع بها 1,900,000 اما الدلال قاعد يراجع 1,950,000 اما لا شرى اشترى ولا البياع باع انت عم بتنسى روح لازم بعد كانوا في سمعت بس يعني بازارك مؤلم يعني تطبخ وتذبح وتدير وما تقول هاي معناها 29.5 الله يبارك انت مشكلتك تعود الشيطان ورجل متعود الشيطان طقك تم البيع ابو محمد تم البيع نص 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 29.5 يا ابو محمد بس ركز معي يا اخ وضحه 29.5 بس ركز معي مو مش مليونين 950 حقها نقدي حق 3 ملايين مو مش بس سعر. احنا طمعانين بالدراهم انا بس يا محمد بس طول بالك مو مش السعر مو مش السعر الشباب قصبه لا ربيطه ونعم إيه. بس انه شلون نعرف يعني لا هذول بين حق جمال هذول يا اخي ونعم 1,950,000 تم البيع ما شاء الله تبارك تم البيع إيه. لا يا اخي لا ضيع مجهودنا يا ابو غزال الله يغلى ضيع الدلال عمي حمد الشعف ابو محمد نعم والله معروف اخو وضحى اخو وضحى معروف اي والله ونعم هذا رب جدلال عمي الصبحي شوك عمي صبحي؟ الله حياك الله مية تلبية الله يحفظك شلون السوق عمي صبحي؟ والله مقبول السوق مقبول أحسن من يوم السبت ما أقول لك اثنين لأنه السبت كانت الصدمة القوية إيه والله يعين العالم والله يرزق ويجبر خسائرهم هذا السوق بده يكون به خسارة السوق كله ربح ما يصير كله ربح واحد عنده مرتين واحد عنده وحدة تمام؟ ما شاء الله هذا النبي ايش نسامة هو صار 1,500,000 1,500,000 ايش طالبين عليه عمي صبحي؟ والله ابي 26 يعني تقريبا جيتوا على البيع انتوا وصلتوا البيع على البيع ما شاء الله انبعت الرغوث عمي صبحي والله الرغوث ما له سوق ما له سوق بس الخروف هو الماشي الخروف هو اكثر شيء انا شفت الخروف هو الماشي الدقلي خروف هو الخروف السنه والدقلي ايه فطيمه ورديه والله زاد ما عليه مو ذاك الطلب مو ذاك اللحم الزين هو اللي ينباع ايوه تمام عمي صبحي جزاك الله خيرا كمل جولاتنا بالسوق يا شباب روح لهذا الدلال عمي ابو حلا اخو وضحه شلونك ابو حلا؟ اهلا وسهلا حبيبي يا ابو حلا شلون بكم والله على راسي يا ابو حلا شلون السوق عم ابو حلا؟ والله السوق بهبوط السوق بهبوط مو تمر السوق يعني شوف هلا صار بي اسعار جديده يا عم ابو حلا هلا الخروف شفنا عليه سوم ايوه اما اسعاره جديده يعني بلا جديد ايوه كسر يعني شوي بي حركه للخروف شوي بي حركه للخروف جيده أيوة. ان شاء الله ان شاء الله مثل هاي مثل هذه جنسان 24 مليونين و400 مليونين انسامت مليون و400 كان حقها ثلاثه ايه ما بعته اي باب ايه طيب الغنم هاي الغنم دنا لجب غنم لجب ايه بيش عمي ابو حلا 3.5 صار مليونين و700 مليونين و700 صارت ايه. والطلب 3.5 الوحده طيب خلاص دعات شنو ذا معزه شنو وضعها معزه لجب لجب حليب ايه. شنو اسعارها الوحده 3 على 3 ايه الساعه صار يبيعون مليونين و500 الوحده ايه. مليونين ونص الوحده والطلب 3 بيش ايه ونص سبعة ونص مشتراته دفعوا لنا 6 اهو ايه خسارة كبيرة ايه لا لا كبش عليه سوم لا لا عليه سوم بس خسارته نص ساعة كاسة ايه سبعة ونص مشتراته ايه يعني مو اليوم مشترينه لا لا قديم ايه قديم 7,500,000 وصار اليوم 6.5 ستة ايه ستة ايه يلا يلا يصير بسبعة ونص ان شاء الله يصير سبعة يرجع حقه يرجع حقه ان شاء الله والله هذا رب الدلال عمي احمد شنو وضع السوق عم محمد؟ السوق والله واضح السوق ما عندك حركه بنوب مثل الرغايه ايش تطلب عليها؟ طلبنا عليها 40 وواحد اسهم الطلب 4 ملايين وما صار مشي واحد اسهم شيء خالص فطايم مو؟ ايه فطايم وراهم فطايم طلب المعزه 4 ملايين وما صار مشي طلبنا عليهم معزه ايه؟ ثلاث ملايين ثلاث ملايين جدي وسخاله ما صار نمشي يعين الله يا عم احمد يا إيه عم ابو عباس صار 6 6 و صار 6 ملايين وراها خرفان 6 ملايين هذا خرافه شنو سنن عمي ابو عباس كلهم فتايا رباعيه دواب طيبات كلها وراها خرفان وراها خرفان ثلاث روس 6 ملايين السوم 6 ملايين السوم نعم وهذه صارت 55 السوق شلون وضعه عمي ابو عباس والله مهدي يا ابو مهدي اكثر السوم وين والله اما اكثر شيء الخروف الخروف الوردي اكثر شيء
هذا صار 55 شباب. 55 وراها ثلاث خرفان. الحركه يا شباب تختلف من دلال للدلال. دلال نلقى عنده مسيومه الخروف والوردي والعجمي مسيومه وبيقنم مسيومه عند دلال ثاني وقراها خرفان. 55 يعني جيد سعره، يعني جيد اليوم الرغوث على الوضع جيد سعره ما شاء الله تبارك. طبعا احنا من دلال. هاي ابو عباس، هاي والله ما سامت، طلبنا 52 ما سامت. وراها فطايم خرفان، مو وراها اربع خرفان وفطيمتين. اربع خرفان وفطيمتين الطلب عليها. ايش قد الطلب عليها؟ طلبنا 52. 52 ما صار شيء. طيب العنز هاي واحنا رايحين، هاي 35 ريده شطور، هاي شطور وراس خلط. وراس خلط 3 ملايين. سخلتها صارت بمليون لحال. سخلتها بمليون. 3 ملايين 500 شطور. يعني شباب شطور شطر يحلب، شطر ما يحلب، شطر مضروب. شنو ضاربه معه؟ حرارة عين. صار 3 و300. 3 ملايين و300 خروف وردي. تمام أبو عباس جزاك الله خيرا. هذا رجل دلال احمد الحميري ابو ميسر. ابو ميسر السلام عليكم ميسر. اخويا الحياة. شلونك؟ شلونك انت ابو؟ تحياتي لك. شلون حركة السوق عم ميسر؟ والله ما بغير خروف اخوي. خروف الوردي كانوا عليه حركة. خروف وردي وهذا المحين زاد شغال. إيه دغلي. اما الاسعار جديدة. اي اسعار جديدة. يعني نزول، يعني إيه اسعار جديدة. بده يتعود المربي على الاسعار. ايش فيك ترفع بيدك يا ابو؟ تنادي الواحد مو؟ هو يفهم ايش. طيب الخراف هاي يا ابو ميسر؟ والله طلبنا عليها 4 4 ملايين؟ إيه. ما صارت بشيء. صار البلد. ايش قد صار؟ 8 و3. صار 3 ملايين 800. طبعا الخروف الواحد. غير ابو ميسر شنو عندك سوم؟ عندي هذا السوم. الخراف هاي. ايش قد سامت هاي؟ طلبنا عليها 28. الطلب مليونين و800. يسمونه ب 26. الدفع مليونين و600. شايفين بيه سوم يا شباب، لكن اسعار كل اسعار جديدة. هذا اللي طلبنا عليها ثلاثة يسموني 28.5. 28.5 والطلب ثلاثة، يعني مليونين و850 سوري. مليونين و850 سوري. هاي الخراف طبعا نحكي بالراس الواحد. نعم. طيب ابو ميسر هنا هذا لنا لجب، هذا لنا دواب لجب يعني حليب. بيش ابو ميسر؟ والله ردناها 3.5 ما حد سامن. 3.5 وما حد سامن. هذا حمار يا شباب السوق. هذا الحجي محمود نسيح. بيش ابو طلال تريدون؟ والله طالبين 1.5 مليون وما سامن ورقه ويطلع جحد. اه يطلع 500 على وضعه 500 صار. ليش يطلع؟ شنو يوسف؟ يطلع من يده من جده. من هنا كب كب عجوز. هات يدك ليش؟ 3 مليون. لا 3 مليون. 3 مليون والبيع بيزرع يعدد. تمشوا شوفوا. مشيت مشوا شفناه اشترينا اشترينا. حج محمود 500 ألف يا شباب. حج حج ب 500 على وضعه. حج خبير والله زين. حج محمود والله شباب ايش بيه ويكسر ليش؟ يطلع شهر هالمريه يطلع من رجله اليمين الاماميه. عنده الدولاب الجدماني اليميني فاش كاسر. شنو سنه ابو طلال؟ شنو سنه؟ صار 500. شنو سنه سنه؟ واحد على السنه ما نعرف سنه. عندي 500. الحمار خصي يا شباب 500 صار خصي. والله يقول يطلع من شايفين يطلع من رجله. صوبولي من كسر مصوبي ما اعرف من كسر ما يطيب بس يدوس عليها يا بركات ما يطيب. طيب والله خير طل مي 500 صار اصفروا. لا لا مو ضف ودح فوق صار 500 ألف. 500 خشم خشم زين غنم زين غنم زين بين عليك مصطفى. صار 27 شباب خراف ورادي مليونين و700 ما شاء الله تبارك الله. عند الدلالة ابو قصي مليونين. هاي 27 يا ابو ولد اختي مليونين و700 تعال وين هن 27 يعني مليونين و700 سوري يا شباب. اربع خرفان 27 نحكي بالليره السوريه بيستو حالتها شي ابو خالو. الحمد لله الله مكرمنا بازين وما زود محركين. الحمد لله. ابو قصي يقف مكان واحد. ابو قصي 27 27 تتبين يا ابو قصي 27 بيلك متابعين وبيلك ناس 27 يا معين 27 يا معين. نعم مليونين و700 هاي هذا تيسير بلوختي. ايه هذا تيسير ناوي على الخير ان شاء الله. الله لا سامي تيسير اشتري 8 اشتري 8 ان شاء الله يهديك. انت اشتري يا الله بلوختي والله انا احترمك وانت زلمه معدل. ايوه اشتري 28 من صلى على النبي قال 28 الله يشيل الدقالي عند الدلال عمي حلي ما شاء الله تبارك الله. وين وصلت حلي؟ صار 5.5 ونص. أبو حسن الكيلو 5 دولارات ونص
الكيلو ما شاء الله. ابو غزاله ها عمي عليه $5.40 40 سنت صاري نقدي. ابو حسن لا تزود من عندك يا ابو حسن الشرايه كبش الاحمر $5.40 ما شاء الله تبارك الله. تم البيع ولا والله راجعنا بنص هو اشترى ولا هو باع يبي اسمع اشترى ب5.5 خلاص ما يبي ايه هو راجع الدلال ب5.5 بس الشراي ما اشترى ب5.5 والبياع ما باع ب5.5 يعني 5.40 هات سومها اما ما باع الرجال ما شاء الله تبارك الله غالي طيب الله يرزق. هذا رجل الدلال الشيخ ابو يمين الشباب عنده خراف ورادي صار المليونين و300 سوري الراس الواحد مليونين و300 سوري مليونين و300 ما شاء الله تبارك الله 310 اي نعم 310 خرفان طيب يا شباب ما شاء الله تبارك الله 110 يا شباب صار المليونين و310000 الرجال كامل صلاة على محمد خرفان زينة والله ما طالعوا ودي مليونين ونص خرفان صغار كلهم ما يشيلون ما شاء الله تبارك الله.